لحد دلوقتي كل اللي اتعاملنا معاه ان احنا بس نعرف ارقام. دلوقتي بقى عايزين نبدأ نعرف فيكتور. عشان تعرف فيكتور مثلا هتسمي الفيكتور v، بعد كده يساوي، بعد كده بتكتب square brackets. بين السكوير براكتس بتحط الداتا اللي انت عايز تخزنها في الفيكتور ده، مثلا 7 8 9 10 11. ده عبارة عن رو فيكتور، الفيكتور ده فيه 5 ارقام. لو دوست انتر هتلاقيه اتعرف بالشكل ده. طبعا لو جيت على الورك سبيس هتلاقيه معرف الفيكتور هنا، ممكن تعمل دبل كليك عشان تشوف الفيكتور ده متخزن ازاي. لو جيت تبص للديتا بتتخزن ازاي، بتتخزن في هيئة جدول اللي هي في هيئة ماتريكس يعني. فأنا كده مستخدم الرول الأولاني بس وحاطط فيه الديتا 7 و8 و9 و10 و11. السايز بتاعه 1 في 5 والديتا تايب بتاعه دبل. ممكن لما أجي أعرف فيكتور أعرفه بطريقة تانية، أكتب اسم الفيكتور بعد كده يساوي، بعد كده أفتح السكوير براكتس وأكتب الديتا اللي عندي مثلا 8، وبدل ما أفصل ما بين كل إليمنت وإليمنت بمسافة ممكن أفصل ما بينهم بكوما، يعني 8 9 5 6 بعد كده 3، وممكن أفصل ما بينهم كمان بين كوما ومسافة، بس ده طبعا لا يفضل لأن الشكل كده بتاع الكود مش هيكون باين وواضح. فأنت يا إما تفصل ما بينهم كلهم بمسافات يا إما تفصل ما بينهم كلهم بكوماز. ولكن لو فصلت ما بينهم بالاتنين وليكن هنا مثلا حطينا 9، الكود هيرن معاك تمام. طيب تعالى دلوقتي بقى نعرف كولوم فيكتور وليكن اسمه سي. هفتح سكوير براكتس بعد كده اول قيمة فيه 8. الكولوم فيكتور اصلا عبارة عن ايه؟ عن فيكتور فيه كولوم واحد وفيه اكتر من صف. فانا كتبت في الصف الاول 8، بعد كده عايز انزل رو جديد فببدأ استخدم السيمي كولون، بعد كده بكتب الديتا التانية 6 2 3 7. بعد كده لما اجي ادوس انتر هلاقيه ان هو عرفه على هيئة كولوم. تعالى كده نشوف شكله في الورك سبيس متعرف ازاي. هتلاقيه هو عبارة عن كولوم واحد بس وكل رو مكتوب فيه ايه قيمة مختلفة. طيب طالما دلوقتي انا بقدر اعرف رو فيكتور وكولوم فيكتور وبالتالي اقدر اعرف ماتريكس، فتعالى كده نبدأ نعرف ماتريكس وليكن اسمها ام. بعد كده بفتح السكوير براكتس بكتب صف صف، فمثلا الصف الاول فيه 1 2 3. بعد كده عايز انزل صف جديد فبكتب سيمي كولون، بعد كده 4 5 6، ده كده الرو التاني. طيب عايز اروح لرو كمان يبقى سيمي كولون 7 8 9. بعد كده بدوس انتر هلاقي ان هو كاريت الماتريكس بتاعتي. طبعا الماتريكس دي 3 في 3. لو جيت اشوف شكلها دلوقتي في الورك سبيس هلاقي ان هي متخزنة في هيئة ماتريكس. كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل فيكتور وماتريكس. طب هو ايه فايدة ان انا كاريت فيكتور او ماتريكس؟ اول فايدة ان انا بخزن فيهم الديتا. الديتا دي بقى بعد كده ممكن احتاج اعدل فيها، اضيف فيها، احذف منها، اعدل القيمة بتاعتها، اعرف القيمة اللي متخزنة في الاندكس ده كام وهكذا. فتعالى كده نشوف، كان عندنا فيكتور اسمه في كان فيه الديتا دي. لو انا عايز ابدأ اكسس الديتا اللي فيه، زي ما انت عارف عشان اكسس الديتا المفروض ان انا بستخدم الاندكس، وزي ما قلنا ان الاندكس في ماتلاب بيبدأ بواحد، يعني 7 دي الاندكس بتاعها 1. فلو جيت هنا كتبت له في وفي 1 هيقوم مرجع لي 7. طيب تعالى بعد كده نقول مثلا ادي الفيكتور اهو، عايزين ناكسس العشرة دي. العشرة دي الاندكس بتاعها ادي 1 2 3 4، يبقى هكتب في وفي 4. وخلي بالك ان انا لما باجي اكسس القيم دي بستخدم البرانسيس دي، هدوس انتر هيقوم مرجع لي العشر. طالما انا اقدر اكسس الاليمنت ده فانا اقدر اعدل فيه، يعني مثلا هقوم قايل له في اوف 4 بتساوي -9، فهيقوم معدل الفيكتور وشايل العشرة دي وحاطط بدلها -9. طيب دلوقتي لو انا عايز اكسس اخر اليمنت في الفيكتور ده، فانا قدامي حل ان انا اجيب الاندكس بتاعه مثلا 1 2 3 4 5، يبقى هكتب هنا في اوف 5. طيب لو انا عايز اكسس اخر اليمنت بس انا معرفش مثلا اللينس بتاع الفيكتور ده، بدل ما احسبه في طريقة سهلة ان انا ممكن اقوم قايل له في اوف اند. اند دي بيشيلها ويحط بدلها اخر اندكس في الفيكتور ده، يعني مثلا الفيكتور ده فيه 5 عناصر فهيشيل الاند ويحط بدلها 5، فاقوم قايل في اوف اند هيقوم مرجع لي 11.
طيب لو انا بقى عايز اكسس قبل الاخير فهتبقى end ناقص واحد لان ده end فهيشيله ويحط خمسة. انا عايز اكسس قبل الاخير فهطرح منه واحد عشان ارجع للاربعة، فيقوم هنا مرجع لي سالب 9. طبعا برضو ممكن اعدل فيه مثلا اخليه سالب 99 فهيقوم معدل في الفيكتور. كمان في حاجة مهمة جدا واحنا بنتعامل مع الفيكتورز والماتريسيز، ان احنا ممكن نكون عايزين ناخد جزء معين من الفيكتور نشتغل بيه. يعني مثلا انا بقول لك عايز من الفيكتور ده اللي يهمني اول 3 عناصر فيه بس، فنعمل حاجة زي كده ازاي؟ بنكتب اسم الفيكتور بعد كده نكتب البرانسيز. لو انا كتبت هنا 5 مثلا فهيرجع لي الاندكس 5، لا انا عايز دلوقتي اول 3 عناصر، فانا بقول له هات لي العناصر من الاندكس كذا لحد الاندكس كذا. مثلا انا عايز اول 3 عناصر، اول عنصر ده الاندكس بتاعه 1 فانا هقوم كاتب هنا 1. بعد كده عايز تاخد الاليمنتس دي لحد فين فبتكتب كولون. بعد كده اخر حاجة انت عايزها في الاندكس 3 فتقوم جاي كاتب هنا 3، فهيرجع لك اول 3 عناصر من الفيكتور. طيب ده كان شكل الفيكتور. لو انا مثلا عايز التسعة والتسعة وتسعين دول مع بعض، فانا ممكن هنا اقوم قايل له في اوف الاندكس بتاع التسعة 3. طيب وعايز تاخد الارقام لحد فين، وليكن لحد الاخر مثلا لحد الحداشر دي، يعني هناخد اخر 3 مش دول بس، فالاندكس بتاع الحداشر 5 فهاجي هنا اكتب 5 وبعد كده ادوس انتر فهيرجع لي اخر 3 عناصر. وزي ما انت عارف ان احنا ممكن نعملها بطريقة تانية افضل، ان احنا ممكن هنا نكتب اند لو انا عايز من اول الاندكس التالت لحد الاخر، فهكتب اند هنا فهيرجع لي نفس النادي. طالما انا عرفت اكسس رينج معين من القيم ممكن بقى اعمل فيه تعديلات كتير. يعني ممكن اقوم قايل له هات لي من الاندكس 3 لحد الاخر وخلي القيم بتاعتهم سالب 10، فهتلاقيه عدل الفيكتور وخلى اخر 3 عناصر ب10. ممكن كمان اجي هنا اضيف في الفيكتور. طيب انا لما اجي اضيف المفروض اضيف في الاندكس كام؟ لو انا هضيف في الاخر هنا هضيف في 1 2 3 4 5، فالسالب 10 دي الاندكس بتاعها 5، فانا الاليمنت اللي هضيفه هضيفه في الاندكس 6، فانا ممكن هنا اقوم قايل له في اوف 6 بتساوي مثلا 2، فهتلاقيه ضاف لي في الاخر كام؟ 2. بس طبعا الطريقه دي مش كويسه لان انا لازم احسب الاندكس بتاعي في كل مره، يعني لازم اشوف الاليمنتس اللي عندي كام وازود عليها 1. طب ما في طريقه اسهل، ان انا ممكن اقوم قايل له اند زائد 1، اند هيشوف اخر اندكس كام. مثلا هنا اخر اندكس ادي 1 2 3 4 5 6، فهيشيل اند ويحط 6، فانا بقول له ضيف على الاند زائد 1 وليكن 8، ادوس انتر فكده هيضيف في الاخر 8. طيب دلوقتي لو انا عايز اضيف مثلا في الفيكتور ده 3 عناصر مرة واحدة في الاخر، فزي ما قلنا عشان نضيف في الاخر فانا محتاج اقوم كاتب اسم الفيكتور بعد كده اند زائد 1، بس انا مش عايز اضيف عنصر واحد بس، انا عايز اضيف 3 عناصر، فانا هقوم قايل له لحد اند زائد 3، بعد كده هقوم قايل له ضيف مثلا سالب 2، فهيجي هنا في الاخر يقوم ضايف 3 عناصر فيهم سالب 2. كمان الفيكتور ده ممكن ابدا امسح منه قيم معينه. عشان ابدا اعمل ديليت او اد او موديفاي للقيمه اللي في الفيكتور، فانا اول حاجه لازم اكسس الجزء ده من الداتا. فمثلا لو احنا عايزين نشيل السبعه دي، يعني نشيل اول عنصر في الفيكتور ده، فهنيجي هنا نقوم كاتبين اسم الفيكتور بعد كده الاندكس بتاع السبعه اللي هو 1، بعد كده بيساوي فيكتور فاضي. لما بيلاقي فيكتور فاضي او براكتس فاضيه بالشكل ده بيعرف ان هو هيمسحه، لو دوسنا انتر هنلاقيه شال السبعه. طيب مثلا لو انا عايز احذف السالب 10 من الفيكتور ده، فهاجي هنا اقوم قايل له في بعد كده الاندكس بتاع سالب 10 دي ب2. طيب عايز تحذف لحد فين؟ لحد هنا. طيب ده الاندكس 1 2 3 4، يبقى من 2 لحد 4 بيساوي براكتس، هتلاقيه مسح. طيب لو انا عايز امسح اخر اليمنت في الفيكتور ده، فهم قايل له في وفي الاند بيساوي براكتس فاضيه، هيقوم شايله. طيب لو انا عايز احذف مثلا قبل الاخير اللي هي التمانية دي، فهقوم قايل له في اوف اند ناقص 2 بيساوي فيكتور فاضي، فهيقوم شايلها وهكذا. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز امسح الفيكتور كله، يعني عايز امسح كل القيم اللي في الفيكتور ده،
فانا هاجي هنا اقوم كاتب اسم الفيكتور بعد كده بيساوي براكتس فاضي، فكده هيعرف ان انا عايز اشيل كل القيم اللي فيه، فالفيكتور ده دلوقتي هيبقى ايه؟ فيكتور فاضي. نفس الكلام اللي انا عملته مع الفيكتورز اقدر اعمله مع الماتريسيز، يعني اقدر اكسس داتا معينة في الماتريكس دي. عشان اكسس الداتا دي فانا اكيد محتاج الرو والكولوم اللي فيه الداتا. مثلا لو انا عايز اكسس الستة دي، اول حاجة لازم اعرفها الرو، هي في الرو رقم 2. طب والكولوم كام؟ في الكولوم رقم 3. فهاجي هنا اقوم قايل له ماتريكس، بعد كده افتح البارنسيز، بعد كده الرو كام؟ الرو 2، بعد كده كوما، الكولوم كام؟ الكولوم 3. فالمفروض دلوقتي لما رني يرجع لي الست. طيب طالما قدرت اكسس الاليمنت ده فانا اقدر اعمل عليه نفس العمليات بتاعت الفيكتورز، يعني مثلا ممكن اقول له خلاص خلي فيه سالب 8، فهيقوم شايل الرقم ومخليه سالب 8. طيب لو انا عايز اكسس السبعة دي، فاول حاجة محتاج اعرفها رقم الرو بتاعها، هي في الرو التالت، فيبقى ام اوف 3 بعد كده كوما، هي في الكولوم كام؟ هي في الكولوم الاول، فهيرجع لي دلوقتي 7. نفس الكلام ممكن ابدأ اخد اجزاء معينة او سلايسز من الماتريكس دي. مثلا لو انا هنا عايز اخد الرو الاولاني كله، طيب هاجي اكتب ام، بعد كده انت عايز الرو رقم كام؟ انا عايز الرو رقم 1، بعد كده كوما، عايز تاخد العمود اني اعمدة؟ انا عايز والله الاعمدة دول كلهم. يعني كده انا خدت قلت له الاندكس بتاع الرو الاولاني. طيب الرو الاولاني عايز تاخد فيه انهي اعمدة؟ لا هاخد الاعمدة دي كلها. فلما بكون عايز اخد الاعمدة كلها او الصفوف كلها فبكتب كولون بس، هو بيفهم ان ده معناه كله، بدوس انتر فهيقوم رجع لي ايه؟ الرو الاولاني. طيب لو انا عايز اخد الكولوم التاني اللي هو 2 و5 و8، فباجي اكتب اسم الماتريكس، بعد كده الرو، انا عايز الروز كلها لان هي 2 و5 و8 دي الروز كلها، تمام. طب عايز العمود رقم كام؟ عايز العمود رقم 2، فاقوم جاي كاتب هنا 2، فهتلاقيه رجع لي العمود ده. طيب لو انا عايز اخد سلايس معينة، مثلا الاتنين والتلاتة والخمسة والتمانية، عايز اخد السلايس دي بس، فانا ممكن اعملها ازاي؟ ممكن اعملها كده، اكتب اسم الماتريكس، بعد كده السلايس اللي انت عايزها اللي هي الاتنين والتلاتة والخمسة والتمانية موجودين في الصفوف كام؟ موجودين في اول صفين، يعني من الصف 1 لحد الصف 2. طب موجودين في انهي كولومز؟ موجودين والله في الكولوم 2 و3، فهقول له من 2 لحد 3، فهيقوم مرجع لي الماتريكس بالشكل ده. طيب دي الماتريكس بتاعتي. زي ما قلنا برضو ممكن بعد ما احدد الرينج بتاعي اعمل فيه اي تعديل، يعني مثلا هقول له السلايس دي كده خليها كلها بسالب 7، فهيقوم معدلها كلها مرة واحدة. ممكن كمان امسح او اضيف. طيب تعال نمسح كده مثلا الرو الاخير ده، فهنكتب اسم الماتريكس، بعد كده عايز تمسح انهي رو؟ لازم احدد الانديسيز بتاعته الاول، فاقوم قايل له اند مثلا، ما هيشيل اند دي ويحط 3 لو انا كتبتها له اند يعني. طيب كده انا حددت له الصف اللي انا عايز امسحه. الداتا اللي فيه موجودة في انهي اعمدة؟ والله هي موجودة في الاعمدة كلها. بعد كده بقوم قايل يساوي براكتس فاضية، فهتلاقيه اتمسح. طيب لو انا عايز امسح مثلا العمود رقم 1 ده مثلا، فهاجي هنا اقوم كاتب له ام، بعد كده عايز كل الصفوف والعمود رقم 1 بيساوي براكتس فاضية، فهيمسح. كمان ممكن اضيف، يعني مثلا ممكن تعال نضيف رو كده في الاخر، فهنيجي هنا نقوم قايلين اسم الماتريكس، بعد كده عايز تضيف في الرو كام؟ والله عايز اضيف في اخر رو، لا اللي بعده، عايز اضيف في اللي بعده، لان لو قلت له اوف اند فكده هيأكسس الداتا دي، لا انا عايز اضيف في الاخر، عايز اضيف بعدها. طيب الاعمدة كلها، طيب هتضيف فيها كام؟ هضيف والله فيها مثلا 4 و5، وادوس انتر هتلاقيه ضاف الداتا دي. هنا هتلاقي في البرزنتيشن الكلام ده مشروح بالتفصيل وبأمثلة، هتلاقي هنا مثلا ازاي اكريت رو فيكتور، ازاي اكريت كولوم فيكتور، ازاي اكريت ماتريكس، ازاي اقدر اكسس الداتا اللي في الماتريكس او الفيكتورز دي. هتلاقي هنا بكتب لك الامر، وبعد كده بتشوف الاوتبوت بتاعه باللون الازرق وهكذا. ممكن تمشي ايدك على الامثلة دي كده وتقعد تجربها مع نفسك وتشوف الاوتبوت شكله عامل ازاي.